نفس الباور بي اي فيه طرق انك تختار فيتشرز تسوي فيه بريدكشن للفيوتشر موجود في مواقع تولز اخرى زي موضوع موقع اسمه ساس. هذه البيانات غالبا يعني في وظائف كثيره يحتاجون باور بي اي ما يحتاجوا برمجه. هل الوظائف الباحثين اللي في المجال هذا راح تقل او راح تختفي؟ لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير مجددا بكم، اهلا وسهلا بكم في نادي صباحات الجمعه، بودكاست لقاء نادي صباحات الجمعه. هو نادي مهتم بالقراءه والثقافه بشكل عام، وهو تحت منصه هاوي اللي هو برنامج جوده الحياه 2030. في هذا النادي طبعا نشاطات اسبوعيه وهو لقاءات اسبوعيه استعرض فيها كثير من المعرفة في عدة مجالات، سواء مراجعة كتاب أو يعني لقاء مع صديق في موضوع معين، أو أنه مثلا في علم معين عند أحد الأصدقاء ممكن يشاركه، ممكن كذلك يضيف المعرفة للأصدقاء. طبعا النادي هذا هو نادي زي ما قلنا تحت برنامج جودة الحياة. طيب على السريع كذا كعادتنا، علشان يعني على قولتهم يكون في نوع من الكيمستري يعني والمعرفة لبعضنا البعض في لقاءنا هذا خلال يدوم خلال ساعة، ممكن نسوي تعريف بسيط أبدأ بنفسي، بعدين في آخر شيء نوصل للضيف راح يعرف عن نفسه بعدين يبدأ وينطلق. أنا عبد الرحمن الحسين، كيميكال إنجينير، مهندس كيميائي، أعمل في مجال البتروكيماويات كمدير عام، وكذلك مهتم كأنشطة في الأنشطة الاجتماعية، وكذلك من هواياتي ممارسة رياضات خفيفة. وأهلا وسهلا بنادي. تفضل زياد، عرفنا عن نفسك، وشكرا جزيلا أولا يعني لقبولك للدعوة، شكرا جزيلا لاهتمامك ومشاركتك المعلومة. أنت ما شاء الله نجم من نجوم الديتا إنجينيرينج، ونتشرف بوجودك. تفضل. صباح الخير جميعا، معكم أخوكم زياد الشاوي، مهندس بيانات، أعمل في شركة من شركات صندوق الاستثمارات العامة، ويمكن أني أنا أقل لكم خبرة وأقل لكم عمرا في الجلسة هذه، لكن يمكن كلنا راح يتعلم من بعض، كل واحد لنا مجاله، كلنا راح يتعلم من بعض إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. تفضل يعني خذنا بالرحلة اللي من ناحية طبعا اليوم راح يتكلم زياد عن اللي هو تحليل البيانات في مجال الأعمال اللي هو Data Analysis for Businesses. تفضل. طيب قبل ما نبدأ بالموضوع خلينا نأخذ مقدمات. أول شيء، وش معنى بيانات؟ نقدر نقول بيانات عدد الأشخاص الموجودين في المكان هذا بيانات، عدد الفئات الذكور والإناث بيانات، ملابس اللي نلبسها وش نوعها بيانات، لوكيشن اللي جالسين فيه في الكافي هذا بيانات، فكل هذه الأشياء تعتبر بيانات. طيب وش يفرق عن أول؟ يعني سابقاً كان عندنا مثلاً الأشياء هذه نشتغلها في الأوبريشن بسيط أو بالعمليات وندير الأشغال والأعمال بطريقة تقليدية. إيش اللي يختلف اليوم في البيانات؟ اللي صار أن فيه تقنيات جديدة تمكنني أني أحسن من أداء عملي، تقلل التكاليف وتزيد الربحية، وتعطيني فرص جديدة، مجالات أنا ما كنت أشوفها من قبل. هذا هو بشكل عام مفهوم البيانات. طيب لو نبدأ بمفهوم تحليل البيانات، مفهوم تحليل البيانات اني باخذ هذه البيانات وبستفيد منها بالمجالات الاربعه، يا بستفيد منها فرصه تحسينيه، يا بقلل تكاليف، يا بزيد ارباح، يا بكتشف فرص جديده. طيب خلينا نقول مين اللي يشتغل في تحليل البيانات. عندنا مجموعه رولز كثيره. اول سابقا قبل اكثر من 20 سنه ما كان في احد اسمه تحليل بيانات، قبل 10 سنوات ما كان في احد تحليل بيانات، ولا في محلل بيانات، ولا عالم بيانات، ولا هندسة بيانات، ولا كل شيء من هذا الكلام. صحيح. كانوا موجودين في مجالات مختلفة ويقومون في أدوار حالياً صارت مجمعة في رولز محددة. أمثلة للأشياء اللي كانت موجودة سابقاً، محلل إحصائي في الشركات البحثية وشركات التسويقية، الشباب اللي موجودين يسوون دراسات بالنسبة للدراسات الأكاديمية أو الدراسات الاجتماعية، الأطباء كان عندهم دراسات بالنسبة للأدوية هل هي فعالة أو غير فعالة، فكان الرول موجود والمهام منتشرة على أكثر من مجال. اللي صار في 2012
كتب احد الكتاب المعروفين في مجله هارفارد بزنس ريفيو، واسم المقاله ذا سكسيست جوب ان ذا 21 سنتري. فكره المقاله يقول ان المجال هذا هو يعني وظيفه الاحلام، ما في احسن منها، اللي هو عالم البيانات او محلل البيانات. بعد ما جابوا هذا العنوان وانتشرت المقاله بحكم يعني مجله هارفارد معروفه في العالم، كثير من الشركات بدأوا يجربون، يلا خلنا نشوف وش محلل البيانات وخلنا نوظفهم. فالجيرني حقتهم والرحلة بدأت من ذاك الوقت في توظيف محلل البيانات، بدأت في تقنية المعلومات بحيث أن نروح نساعد البزنس نصلح داشبورد ونصلح تقارير ونصلح استخرج بيانات، ثم انتقلت للبزنس كيف أخلي البزنس نفسه هو اللي عنده المشكلة هو اللي يقدر يحلها بنفسه. طيب لو نقدر نتكلم أكثر عن دورة تحليل البيانات، إيش الرحلة؟ أنا اليوم أشتغل في شركة في وظيفة، أشتغل كقانوني، أشتغل كمحاسب، أشتغل كإدارة مشاريع، أشتغل في أي مجال. أنا بستخدم تحليل البيانات، كيف أبدأ؟ أول خطوة نسويها لازم وصف للمشكلة، problem statement. لازم أنت يا بزنس تقولي بالضبط وش تبي. ما يصير يعني المحلل البيانات او عالم البيانات او مهندس البيانات او اي احد يعمل في المجال هو اللي بنفسه يروح يسحب الكلام منك تسحيب. لازم انت بنفسك يصير واضح عندك المشكله، واضح ليش هي مشكله، واضح انت وش تبي تصل للنتيجه. ما يهمني وش الحل، ما يهمني انت وش تبغى بالضبط، انا يهمني ايش المشكله اللي قاعد تعاني منها وكيف هذه المشكله راح تحقق اهداف الشركه. الكلام هذا يشتغل في سواء إذا عندك كافي، سواء عندك مغسلة، سواء عندك تشتغل في شركة كبيرة، شركة صغيرة، تشتغل في مجالك السلف امبلويد، كل المجالات لازم توصف المشكلة. هذه أول مرحلة. المرحلة اللي بعدها مرحلة جمع البيانات. جمع البيانات المقصود فيها هل في بيانات متوفرة للمشكلة هذه؟ مثلا نذكر مثال عن إدارة مشاريع، هل أنا عندي بيانات للمشاريع اللي موجودة مسجلة في إكسل؟ هل عندي مثلاً دوكيمنت وأوراق وثائق عن العقود اللي سويناها؟ هذه مرحلة جمع البيانات. لو نجيبها في مثال ثاني بأشياء رقمية والتسويق الإلكتروني، عندنا الفورمز اللي هي التمبلت والاستبانات وتعبئة الآراء الجمهور لمنتج معين أو أغراض بحثية، هذه برضه من جمع البيانات. اللي يقوم في هذه المرحلة حق جمع البيانات عادة يسمى مهندس بيانات، لأنه متخصص في مرحلة جمع البيانات بالأنظمة وأنظمة تقنية المعلومات. لكن بحكم اختلاف النضج من منظمة إلى أخرى، فممكن شخص واحد يقوم بكل هذه الأدوار، فيبقى هو محلل البيانات، هو اللي يجمع، هو يسوي الاستبانة، أو مسوق هو اللي يسوي الاستبانة، أو مدير مشروع هو اللي يجمع البيانات، أو منسق المشروع. خلص الحين مرحلة جمع البيانات، نجي للمرحلة اللي بعدها اللي هي عملية تحليل البيانات. طيب اليوم أنا جبت بيانات، جمعت لي استبانات، جمعت لي تقارير، جمعت لي مشاريع، طيب وش أسوي الحين؟ راح أروح أشوف البيانات هذه، بأشوف عدة عناصر. عنصر، هل هذه البيانات كاملة؟ هل هذه البيانات معبرة عن الحالة اللي أنا بشتغل عليها؟ هل هذه البيانات ألقى فيها علامات أو أنماط أو سلوك ممكن يصير يحل لي المشكلة؟ أو يكتشف لي فرص للمستقبل أني أحس فيها البزنس؟ إذا نعم الحمد لله نكمل الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها اللي هي عملية عرض البيانات. اليوم أنا خلصت التحليل لقيت النتائج وعندي الاقتراحات، بس كلها ما لها قيمة إذا ما قدرت تعرضها بالطريقة الصحيحة للمين ستيك هولدرز وأصحاب المصلحة. هذه تجي فيها مهارات البرزنتيشن والعروض التقديمية، تجي مهارات الداشبورد، تجي مهارات اختيار الفيجواليزيشن والرسوم البيانية. فما يصير مثلاً إن لما أصلح تحليل بيانات أتكلم على موضوع تايم سيريس اللي هو موضوع الفترات الزمنية وتحليل الفترات الزمنية، يعني أروح أستخدم بار شارت، أو أنا عندي باي شارت اللي هو شكل الفطيرة. ما يصير إن أنا عندي أتكلم عن 10 أنواع كلها في الفطيرة، لا ما راح تصير الرسمه واضحه ولا راح يفهمها، ما تكون معبره يعني بشكل معبرة. إيه؟
ففيه كل شارت موجود له استخدام معين. إذا كنت تتكلم عن فترات زمنية موجود لك شارت معين، إذا تتكلم عن مقارنات موجود لك شارت بار شارت، إذا تتكلم عن غالبا يعني لو نعطي شيء بسيط، بس إذا عندك شيء تبي ترسمه لا تستخدم باي شارت، بس كذا يعني بسيط. هذه مرحلة تحليل، دورة تحليل البيانات. فيه الموضوع اللي بعده اللي يتكلم عن المغالطات الفكرية والمغالطات المنطقية. بحكم أن تحليل البيانات هي تعتبر من الرولز اللي تتطلب منطق، تتطلب تفكير، تتطلب تحليل، ففي مجموعة من الأشياء اللي يمارسونها الأشخاص الحديثين للوظيفة أو من البزنس ويسويها بطريقة خاطئة وتأثر على النتائج. أحد الأمثلة المشهورة في هذا المثال اللي هو cherry picking، أني أختار اللي يناسبني. اليوم أنا عندي مجموعة بيانات كانت تعبر عن مجموعة أوقات فيها ربح، مجموعة أو فترة زمنية فيها خسارة. أنا ما راح أوريه الستيك هولدر الربح والخسارة، هذه الطريقة الصحيحة، توريه الربح وخسارة، توريه كل شيء. هو يروح يختار الربح بس، أو يروح يختار الشيء الحلو بالنسبة له أو يتناسب مع أفكاره كإداري ولا كمحلل بيانات، وهذه كلها unethical way to do the analysis، يعني تحليل البيانات. المشكلة الثانية اللي ممكن الناس يقعون فيها طريقة التوصيف. اليوم أنا لو عندي مثلا مجموعة بيانات، مجموعة بيانات هذه عينة عملاء، شريحة عملاء، أنا لما جيت أصنفهم كان عندنا يعني أحد الأشياء اللي وقفت عليها كان يبغون يسوون تعريف من هو العميل المنتظر. خل لك كل يوم لهم تعريف، يعني كيف يوصلون للتعريف العميل المنتظم يعني من وجهة نظر المنظمة؟ إيه. فالعميل المنتظم مرة يسمونه هو الشخص اللي ينتظم في السداد كل شهر، مرة يسمونه هو اللي ينتظم ما صار عنده انقطاع في السداد خلال 3 مرات في الشهر، خلال 3 أشهر، مرة يسمونه لا اللي يصير فيه بيمنت لمدة مثلا خلال 6 شهور صار فيه بيمنت واحد، هذا يعتبر منتظم. فعدم الاتفاق، عدم اتفاق على التعريف دقيق يسبب خلل في الاوتبوت يعني في المخرجات بيس. صحيح. واحيانا البزنس يختار الوصف اللي راح يطلعه بالشكل الصحيح وراح يطلع المؤشرات حقته باللون الاخضر. هذه من الاشياء اللي المغالطات الفكريه والمنطقيه اللي لازم ناخذها في عين الاعتبار لما يصير انا عندي اليوم قدم لي محلل بيانات، قدم لي شركه استشاريه تحليل عرض تقديمي اي شيء، لما اشوف الشارت، لما اشوف الرسمات، لما اشوف التحليل ما اخذه على ان هذا الصدق وهذا هي الواقع. اتوقع انه بعد في جانب امتداد اخلاقي للموضوع، لانه يعني يعتمد على نفس الشخص اللي اذا بيخلي الامور كلها خضراء لك وكذا ممكن يعني يوسع دائره التعريف. صح. اضافه لنا الحين حاليا الشباب اللي موجود في الشركات الكبيره عندهم عمليه استحواذ على العميل، من كل اداره لهم تعريف مختلف. صحيح. فكان في احد القصص اللي سمعتها اداره واحده شركة مجموعة عندها مجموعة إدارات كلها تتعلق في مستثمرين وهل عندي عميل، أخذت أحصل على العميل، كم تكلفة العميل الجديد اللي حصلت عليه، في 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 قسم للإمبوردينج، في قسم للمفاوضات، في قسم علاقات العملاء، وفي قسم عدة أقسام تعطي different reports. لما جاء الستيك هولدر والسي او بيشوف الريبورتات اكتشف يعني لما جمع الصور هذه مع بعض وجمعها طلع عدد العملاء اكثر من عدد العملاء الفعلي بضعفين او 3 أضعاف، وهذا كلام غير صحيح. ليش؟ لان كل قسم له تعريفه الخاص فيه، احيانا مو بغلطات فكريه لكنها او منطقيه، احيانا القسم نفسه يركز في مجاله ولا يشوف الصوره الكبيره. طيب من وجهه نظرك يعني ايش الحل يعني مثلا توحيد مثلا تعريف معين يعني يكون المنظمه يتفقون عليه، ولا هي جانب واحدة اداري يعني اكثر من انه ما يقول اجماع يعني 1+1=2 كوميونيكيشن سكيل. حاليا الشباب الموجودين في الادارات خصوصا في الشركات الكبيره عندهم مشكله في الكوميونيكيشن، ما يتواصلون مع بعض، ما احد يكلم الثاني، لازم كلهم يجتمعون على طاوله واحده مع وجود الرئيس التنفيذي او من ينوب عنه وتتفقون ايش التعريف حق العميل، القسم الاول امبوردينج كيف راح يحسب العميل، والقسم الثاني اللي هو قسم علاقات العملاء كيف راح يحسب العميل، وكيف الاقسام اللي مع بعض ما يصير فيها تعارض، بحيث ان المنتج النهائي انا كستيك هولدر بتخذ قرار الحين ازيد تسويق وازيد عملات اعلانيه ولا ما ازيد. صحيح. ما ادري. لازم تصيرون على بينه، انا ما لي دخل فيكم يا البزنس ولا لي دخل فيكم يا الاناليسيس ولا لي دخل فيكم، انتم اتفقوا
حطكم في طاوله وقفل عليكم الباب. تتفقون تطلعون، ما تتفقون خليكم محيورين. طيب الحين ممكن اللي هو في اللي يمكن صنفت انت ثاني او ثالث، اللي هو سيرفايس اللي هو انحياز البقاء. ايه وش تعريفك؟ هذه قصه في الحرب العالميه الثانيه، كان في مجموعه طيارات ترجع للقاعده العسكريه، ويحاول كان معدل الاصابات اللي في الطائرات عالي جدا، وكانوا يحاولون يجيبون طريقه لحمايه هذه الطائرات. صحيح. فكان فتره طويله ياخذون الطيارات ويحاولون يشوفون وين الاماكن اللي صار فيها اصابات ويحاولون يعالجونها بحيث انها ما تطيح مره ثانيه، ولا تزال معدل هبوط الطائرات او فقدانها عالي جدا. مزبوط. الين ما جاهم واحد تفكير بسيط، قال انتم الحين شفتوا اللي رجع لي، شفتوا اللي وصلنا للطيارات، شفتوا اللي نجا، بس ما قدرتوا تشوفون الشخص اللي مات. الشخص اللي نجا هذا مو مشكله، خلاص نجا، يعني جاته اصابه، جاته كذا، لا يزال عايش. لكن انا ابغى اشوف الناس اللي ما قدروا يجوني. فهاحوا اخذوا الطائرات اللي كانت محطمه، راحوا عينوا الاماكن اللي كان فيها المشاكل. بهذه الطريقه ارتفع معدل السرفايبيليتي للطيارات بشكل 30 او 40%. فاحيانا بالنسبه لتحليل البيانات، كيف نقدر نفهم هذا المفهوم في تحليل البيانات؟ احيانا البيانات اللي موجوده تعبر عن مجموعه العاملين في السوق السعودي، الغالبيه رجال. فلما اتخذ قرار على انه رجال ونساء، راح يتخذ قرار يصير بايسنج للرجال مثلا. فهمت عليك. فند تمام حلو، انه التركيز تفضل. التحيزات الفكريه الاخرى ممكن تطلعون عليها، وفي اكثر من 50 تحيز فكري موجود يعني. خلينا نتكلم عن موضوع الشركات الناجحه والرائده في مجال البيانات. تمام. السوق السعودي الحمد لله في مجموعه شركات كبيره وكثيره وناشئه، صغيره متوسطه، اشتغلت في مشروع تحليل البيانات وتطوروا ونجحوا ولهم صدى اعلامي. احد اشهر الاشياء الموجوده تطبيق اسمه سهيل. تطبيق سهيل عقاري، هو تطبيق يركز في الخدمات العقاريه. الفكره فيه تطبيق يوريك خريطه الرياض. صح. في خريطه الرياض راح يوريك كل بيت صار عليه عمليه بيع، كم كان البيعه، وكم كان سعر المتر، وكم عدد المشترين اللي تبايعوا فيه. صح. والتطبيق هذا حاليا مجاني، مستقبلا الافراد المؤسسين للتطبيق يحاولون يحطونه بنموذج السبسكريبشن وفي اشتراكات. شركه اخرى نجحت في مجال تحليل البيانات اوبر. حاليا اوبر لما تجي تاخذ سياره وتحجز، ما في واحد موظف خلف الكواليس يروح يشوف لك السعر، والله اليوم سامري بيطلع طريق الدائري رفع عليه السعر، ولا والله حنان كانت عندها شو اسمها عمل ولازم اخفض عليها السعر. هذا الكلام غير صحيح، ولا هو منطقي، ولا هو موجود. اللي موجود الالجوريثم او النموذج الاحصائي اللي خوارزمية. موجود خوارزميه اللي موجوده في اوبر يرى عدد مجموعه الناس اللي السواقين صحيح او قائدين المركبات، ويرى الناس طالبين الخدمه، وعنده هيستوري عرض وطلب، هيستوري سابق مده سنوات سابقه للأماكن اللي كانوا ينتقلون لها، على أساسها يروح يقيم تقييم للسعر، وعلى أساسها قال إن فيه السعر في أوقات معينة اسمها أوقات الذروة برفع سعرها لأن الطلب أعلى. جميل جميل جدا. شركات أخرى موجودة في السوق السعودي، شركة نون. شركة نون لما تجي تشتري منتجات من عندها، موقع هو موقع إلكتروني زي أمازون، متجر إلكتروني أضخم، يعني بلاتفورم متجر الكتروني بالاونلاين. لما اشتري منتج معين راح يعطيني ريكومنديشن، ترى في اشخاص اخرين اشتروا منتج اخر. صحيح. هل تريد شراءه؟ ما قدروا يوصلون هذه النتيجه الا بتحليل البيانات. هذه نوع اللي اسمه فرصه جديده للبزنس. صحيح. ففي امثله كثيره لشركات، وطبعا في شركات كبيره، ارامكو، سابك، اس تي سي، كلها معروفه وكبيره ومتوقع منهم انه يستخدموا تحليل البيانات. فإذا كان في رسالة للشباب الموجودين والبنات وكل اللي يشتغلون في مجال أعمالهم، أعطوا فرصة محللين البيانات، أعطوا فرصة أنكم تتعلمون السكيلز حق تحليل البيانات، لأنها سكيل بسيطة وسهلة. وزي ما كان في يوم من الأيام الإكسل ما كان موجود ومنتشر عند الجميع، راح يصير تحليل البيانات
والباور بي اي والداشبورد شيء حتمي للجميع. جميل جميل جدا، شكرا جزيلا. صراحه احنا نرتب للقاء هذا في تساؤلات يعني من مختلف اندستريز، يعني صناعة مجالات اخرى وما لهم قرب يعني بالديتا ولا هذا. طيب انا كيف عبد الرحمن كيف بستفيد وكيف انا ودي اتعلم بس احس انه شيء صعب. هل سؤالي يمكن ببساطه وبسرعه، هل بغض النظر عن الباك جراوند او خلفيتك العلميه والتعليميه، هل هو سهل التعلم او انه مثلا شيء سهل ان الواحد يتعرف عليه؟ زي ما فضلت مثلا تشبات الاكسل صار متاح للجميع، واي يوتيوب ممكن تدخل وتعلم 1 2 3. هل البيانات ينطبق عليه ولا الموضوع اعقد من كذا؟ لا، موضوع تحليل البيانات للجميع. ودربت يعني نرجع للموضوع اللي هو من هو محلل البيانات. يعني سابقا زي ما ذكرنا انه كان منتشر في مجموعه عده مجالات، توحد صار في مجال واحد. صحيح. محلل البيانات هو تقاطع ما بين مجموعة من المجالات. أول مجال اللي هو مجال الرياضيات والإحصاء. المجال الثاني هو مجال البزنس وفهمه للبزنس والاحتياجات. المجال الثالث اللي هو مجال تقنية المعلومات والبرمجة. تقاطع الثلاثة يولد لي محلل البيانات. رول ثاني اسمه داتا انجينير أو مهندس بيانات، هو تقاطع لعدة مجالات، مجال الداتابيسز وقاعدة البيانات، مجال السوفت وير انجينيرنج وكيف تبني منتج وتبني سوفت وير وتجمع بيانات، والتقاطع الثالث اللي هي البزنس وفهم البزنس واحتياجاته. صحيح. فاذا كان في رساله بيوصلها الجميع، تحليل البيانات كل الاشخاص يقدرون يصلوا له، كل الاشخاص يقدرون يتعلمونه، وعندكم الفرصه. ممتاز ممتاز جدا، شكرا جزيلا زياد، الله يعطيك العافيه. اتوقع ان الكل يعني أضاف معلومة جديدة ومعلومات حقيقة جديدة، وإن شاء الله الناس تستفيد منها. طيب يمكن سؤال يعني كذلك عشان ندخل في المود زيادة، يقول يعني مثلا في تحديات وفي نوعا ما حدود قانونية كبيرة مرتبطة بالبيانات، صحيح داخليين يمكن خارجيين، وكيف مثلا ممكن انتقالها، فوش وجهة نظرك في هذا الجانب؟ يعني مثلا التحديات القانونية، يعني هل تحس أنه ولا أن الواحد ممكن يشوف له مثلا مخرج، أو تتوقع أنه بحكم أنه المجال جديد فلسه يعني الناس قاعدة تتعلم؟ هو لسه المجال لسه يتعلمون. موضوع القانون الأشياء القانونية كان في نظام صدر اللي هو نظام حماية المعلومات الشخصية. هذا النظام صدر ومجلس الوزراء وكل شيء، راحوا بعد فترة اعترضوا البنوك واعترضوا الشركات، سووا عملية تعديل، طرحوا التعديلات وحطوها للجمهور، برضه صار فيه شكوى وصار فيه أشياء جوهرية لازم تتعدل، رجعوا مرة ثانية. فالعملية القانون والأشياء القانونية لا تزال في مرحلة الأخذ والعطاء، ولا تزال في فرص للتحسين. لكن بالنسبة للشركات اللي خلينا نتكلم الصغيرة أو الأفراد، القوانين هذه غير ملزمة لهم. إلى ما تصير حجمك كبير ويشوفونك أو يسمعون عنك، في ذيك الحالة تقدر تأخذ شخص قانوني ويدعمك في مجال الالتزام في القوانين. بالنسبة لتوصيف المشكلة اللي هي أول عملية في مشروع تحليل البيانات، هذه مسؤولية البزنس كاملة. حل البيانات ليست مسؤولية أنه توصيف فني، هو ما يعني ما له يعني بياخذ شيء بيشتغل عليه وذات ست، بس ما يدخل في البزنس وحيثياته. صحيح؟ في البيست براكتس إيه؟ لكن في الشركات الواقع والاحتياج قد يدخل ويفهم البزنس ويجلس يومين ثلاثة 10 أسبوع شهر ويفهم البزنس. السؤال حقك كيف أنا كبزنس صح أروح أوصف المشكلة؟ صح. في أكثر، أول شيء المشكلة هذه اللي موجودة، أنا أبغى في تحليل البيانات أبغى أشوف descriptive analysis وش اللي صار، أو أبغى أشوف أقول ليش صار كذا، ليش صار فيه خسائر، ليش صار فيه وقائع إن الخسائر هذه متراكمة، ليش كان فيه متوقع يصير فيه سبايك في المبيعات في سيزن معين ولا صار؟ مزبوط. ليش هذا الايفنت هذا ما صار؟ هذا له طريقه للتحليل وله طريقه لاكتشاف وصف المشكله، وهذا له طريقه. صح. اذا قلنا على الطريقه الاولى اللي هو وش قاعد يصير، هو عباره عن ان باخذ البيانات من اكثر من ناحيه واكثر من جهه، وباخذ بشوفها يعني ديسكريبتيف اناليسيس، بشوف كم هو في ماكسيمم كم في مينيمم، كان فيه ميديان، كان فيه أوتلايرز، أسوي داتا كلينينج. كمشكلة يعني أنا يهمني أنت وش عندك المشكلة
وين تبي تاسك؟ طيب ممكن يعني مثلا نوصل لنتيجة انه مثلا ممكن مهمة البزنس في المرحلة هذه وفي مثلا لو في الحالة تبعهم ممكن هي مهمة البزنس انه يعطيه الداتا هذه. هو سؤاله وانا في البزنس كيف اسوي؟ ايه انت كبزنس كيف تسوي هذه الاشياء في اطر اللي هو problem statement, how to formulate problem statement. لو تبحث عنها اكثر يمكن يفيدونك. انا بالنسبه لي تجربتي بسيطه وما اعرف نماذج الذكاء الصناعي الجديده شات جي بي تي 4 شات جي بي تي 3 نماذج اللغات الكبيره الى المودلز كلها مجالات جديده لا تزال ناشئه ولا تزال في فرص جديده قاعد يتعرفون عليها الشباب. بالنسبه كيف اقدر استخدمها تحليل بيانات تقدر كان في تجربه شباب استخدموا شات جي بي تي عشان يسوي لهم داتا كليننج. كان عندهم سيتيز, السيتيز هذه مدن الرياض محافظات وقرى فاللي سووه اخذوا القرى هذه قال لشات جي بي تي ترى هذه قرى موجوده في السعوديه اضف عليها عمود هي تتبع لاي منطقه اداريه واضف عليها عمود هل هي تتبع للشمال للجنوب للوسط للشرق. شات جي بي تي قدر يجاوب على هذا الجواب وعطاني تيبل سابقا كان محلل البيانات المسكين راح ياخذ المدينه مدينه ويسوي سيرش ويتاكد مانيوالي. فممكن فعلا تحليل البيانات تستخدم. جميل جدا شكرا جزيلا. تمام بالنسبه للتسويق وانا صراحه من اكثر الناس المعجبين بالمسوقين الرقميين لانهم عندهم بيانات الديجيتال ماركتينج وعندهم بيانات المتاجر الالكترونيه وتحليل معدل الشراء ومعدل الاتمام لعمليه الشراء معلومات ضخمه جدا الليدز ومعدل المبيعات والسيلز فعندهم بيانات ضخمه وممتازه وفيها مفاهيم كثيره فيها فرص للتحسين. بس سؤالك هل انا كمسوقه للتسويق رقمي اقدر اروح حل البيانات مجالات اخرى؟ نعم لكن المعلومه اللي تحتاجينها ايش اللي هو البزنس فهم البزنس او اشياء تفهمك البزنس مثل عاده في مواقع زي موقع اسمه كاجل هو موقع يقدم داتا سيت ومجموعه بيانات في كل مجموعه بيانات يحطها في الموقع يحط معها دوكيمنت يشرح وش معنى كل عمود ويشرح العمود هذا وش القيم المتوقعه منه ويشرح يعني بشكل مبسط البزنس. جميل. فاذا كان عندك المعلومه هذه على طول تقدر تسويها. اذا كان عندك بزنس وعندك شخص يفهمك البزنس ويساعدك في فهم البزنس برضو يمديك. خلينا نقول ان وظيفه الباحث وظيفه يعني كبيره وفيها زي ما ذكرتي مجال اللي هو التحليل البحثي والتحليل الاحصائي وجمع البيانات والطريقه العلميه في اتخاذ القرار. هذه طريقه يعني وهذا مجال. المجال كان اول حكر على الباحثين والاكاديميين. المجال هذا بيصير متشير مع كل الشباب متاح كل الناس متاح. متاح كلها موجوده في مجالات مختلفه وكلها يصلوا لنفس النتيجه لاستخدام البيانات. لكن هل الوظائف الباحثين اللي في المجال هذا راح تقل او راح تختفي؟ لا راح نحتاج باحثين لان الباحثين عنده فكر اللي هو كيف الطريقه العلميه والطريقه ان البروسيس والاجراءات والفريم وركس كيف راح يشتغل بطريقه صحيحه وبطريقه علميه. فكره الداتا اناليسز كان يبغى يوظف مهارات البحث هذا العلمي ويحطها في البزنس. اول بزنس كان منعزل زي ما ذكرت. فكيف يعني يخرج من هذه الاشكاليه؟ يخرج ببساطه لازم يصير في كوميونيكيشن كلكم تجتمعون بكل الادارات بكل الفندرز تعرفون المعلومه والتعريف موحد لكم جميعا. هو يحسبها بطريقه ثانيه سوي لي طريقه شوف لي حل سوي لي موائمه سوي لي طريقه كالكوليشن كلكم نفس النتائج نفس الارقام بحيث اني اطلع في معلومه صادقه للجهات الرقميه. صحيح هو سبحان الله هذا التاريخ يعيد نفسه مو دائما كان في البرزنتيشنز يبدا يعني اكزاجريت نمبرز وزي كذا حتى في الاولد سكول ستاف. يعني بالنسبه للكودينج بالنسبه ل انا باليوم ستيك هولد او فاينانس او اكاونتنج بروجكت مانجر اي مجال بصلح داشبورد ايش اسوي؟ عندي كليك اكسل كليك جمع الفيلدز اللي ابغاه كليك يعطيني الفيجواليزيشن اللي اختاره بار شارت باي شارت لاين شارت احدد ادخل الفيلدز هل تبي اكس اكسس واي اكسس طلعت نتيجه بدون كودينج دش. اللي تقصد عنه خطوات ادفانس انا باليوم والله ابغى الشكل هذا اللي موجود ابغاه كبير بطريقه معينه ابغى اربطه مع صفحه ثانيه ابغى هذا هنا يحتاج كود. انا اليوم عندي مجموعه بيانات بس البيانات هذه ما هي جاهزه هي بيانات رو
في ناس مثلا معلم عنده مثلا حضور عدد او درجات الطلاب موجود فيه المواد الدراسيه موجود فيه كذا، انا بحسب نسبه معدل الطالب نسبه مقارنه لاقرانه. طريقه حسبتها في الشيت هذه موجوده، انت لازم تسوي كالكوليشن، تسوي حاجه في باور بي اي اسمه نيو ميجر، تحط فلتر، تحدد الفيلد، تحط الكونديشنز حقتك، هو على اساسها راح يولد كود، انت ما راح تتدخل فيه، هو اللي راح يولد لك. تفضل. طرق احصائيه بالاكسل، في حاجه اسمها ريجريشن موديل، تقدر تحدد البيانات التاريخيه، يروح يعطيك مثلا البيانات التاريخيه حقت سنوات 10 سنوات ماضيه، اعطني تنبؤ مبيعات اللي بتصير السنه الجايه مثلا باللينير اكسبريشن يقدر يجيبها. لكن اللي تتكلم عنه هي طريقه زي اللينير اكسبريشن بس بطريقه مختلفه شوي، يعني نموذج ثاني او طريقه ثانيه للتفكير، خوارزميه اخرى فقط. في تيرن اوفر، هل الخوارزميه الاخرى اللي تقصدها هل تحتاج كودينج؟ الجواب لا. نفس الباور بي اي في طرق انك تختار فيتشرز تسوي فيه بريدكشن للفيوتشر، موجود في مواقع وتولز اخرى زي موضوع موقع اسمه ساس، هذا يعطيك برودكتس، ذكاء صناعي وتحليل بيانات وكل شيء. كان فيه نموذج الذكاء الصناعي اللي هو مثلا في نموذج اسمه ديسيشن تري، عملية كيف اختيار التفرع، ان هذا موظف تحت هذا مدير تحت موظف تحت مجموعة صفات ولا مجموعة، هذا يستخدم النموذج لهذه الاشياء. كيف يستخدمونه؟ هو عبارة عن بلاك تضغط على ديسيشن موديل يطلع لك الشكل، تروح تضيف ايش الفيتشرز اللي تبي تبحث عنها الكولمز، مثلا المسمى الوظيفي تحته تضيف مثلا درجه التقييم او يتبع لاي اداره، وعلى اساسه هو راح يسوي لك العمليه ويطلع لك نتيجه. جميل. ففي سهلوها الشباب حقين يعطيهم العافيه سوفت وير انجينيرنج وشركات كثيره سهلوا عمليه الدخول، قللوا البارير للاي اي بالكودينج، صار نو كود يعني بدون كود. جميل. بالنسبه للذكاء الصناعي حاليا كثير شركات توجهت لحاجه اسمها نو كود لو كود، ما في كود، ما في برمجه، ما في شيء، دراج اند دروب كل السوفت وير يشتغل كذا، وتاخذ تحصل على اعلى مستويات الاي اي ومستويات الذكاء الصناعي موجوده. جميل والله، هذا بصراحه يعني قفزه، بس صالح يعني البروجكت هذا جبار يعني. نعرف ما نوظف احد الا عارفين وش العلم من بدري، لا ريهني خطير. اوكي، بوصل المشكله قلنا لازم نذكر، لازم ندرس اكثر، نحدد هل نبغى نشوف شيء وصف المشكله ان وش صار، وش قاعد يصير، او ليش صار كذا. هذا له طريقه، هذا له طريقه. ابحث عن مصطلح ديسكريبتيف اناليسيس، مصطلح ثاني دياجنوستس اناليسيس، وراح يعطيك الطرق. بالنسبه للمجال الثاني عرض البرزنتيشنز وعرض النتائج، هذه تصير على الطريق احيانا تفهم ستيك هولدرز ايش يبغون. في ستيك هولدرز يهمه انفورميشن ويفهمه ان هذه المعلومات دقيقه وصحيحه واكوريت اب تو ديت. في ستيك هولدر يبغاك تدغدغ مشاعره، تقول له كلمه ابد ابد سهلها هي عندي، كل الامور سهلات على حسب الستيك هولدر. صح، لما تعرضها النتائج تفرج. ميبا. فهذه الاشياء تحسر كوميونيكيشن. في كورس مميز لكن اونلاين يعني يمكن ما تفضلينه لكن يمكن الشباب يستفيدون منه. الكورس اسمه داتا اناليسز نانو ديجري، الموقع اللي يقدمه اسمه يوداسيتي معروف. اي الموقع هذا يقدم دوره تدريبيه عدد الساعات قرابه يمكن 100 ساعه. واو. تدريبيه. هي عباره عن منهج فيديوهات كورسز وزي كويزز زي كذا، في نهايه كل شابتر راح يصير في بروجكت. البروجكت هذا له كرايتيريا عشان باس البروجكت، وكل بروجكت راح يسويه الشخص يحتاج يصير له ريفيو، واللي يسوي ريفيو مو باي اي مو بحركات، لا هو شخص فيزيكال موجود ويقول لك ترى المعيار هذا خليت فيه ما حققته، ارجع عد التحليل. جميل جدا. فالموضوع الداتا اناليسيس نانو ديجري عندها قرابه 4 شابترز، كل شابتر فيه بروجكت وممكن يعلمك. في ميزه انا اخذتها مع مؤسسه مسك، هي مؤسسه محمد بن سلمان الخيريه. كان لها ميزه ان نفسهم يوداسيتي يعطوني اشياء. صح. محاضره واحده في الاسبوع مع كوتش سابقا اخذ الماده من قبل، فطالب سابق
في نفس الوقت عنده سكيلز وكأنه سوبر يوزر يعني بيسكلي عارف للموضوع هذا فهو يعني كأنه سينيور كأنه صح واحد صح يحاول يعني ينشر المعرفة ويفيد الأشخاص اللي عندهم تحديات عندهم أشياء يعيد شرح الكونسبت بطريقة مختلفة تناسب المجتمع. فأنا أخذتها هناك وكان بوس إن عندي أونلاين وعندي فيزيكال يعني. فممتاز يعني إن شاء الله بإذن الله راح نشارك الرابط هذا. الشباب اللي يكتبون أو الناس اللي يكتبون الوصف الوظيفي مو بالضرورة يصفون الواقع. الدايركت مانيجر لما يتكلم يقول أنا ما راح تستخدمه. هم بس يبغون يتطمنون كشخة يتطمنون ان هذا الشخص كواليفايد. عشان كذا حاليا اللي يتوظفون في مجال تحليل البيانات التوجه اللي موجود لما اجيب موظفين واستقطبهم ابي اجيب